الله. الله يبارك كيف حالك؟ نعم حياك الله جزاك الله يحييك. احكي لي شنو المشكلة؟ تفصيل ولا؟ تفصيل تفصيل تفصيل. أنا اتزوجت في 2001. أيوه اتزوجت في 2001 ما شاء الله الحمد لله زوجة يعني مختار الوالدة ذات جمال وذات دين وذات الحمد لله الحمد لله. بدأ أخويا في الاقتراب منها يحاول أنه يقترب من زوجته. إيه يقترب من زوجتي. ومع الأيام أنا عفويا جدا يعني جدا عفويا يعني وما أظن ظن السوء بهالطريقة يعني. ومرت الأيام حتى 2002 هو تزوج وحدة قطرية ورحنا معها قطر وجينا كان يعني كلم زوجتي القطرية عشان زوجتي تروح معهم تروح معهم يعني يصيرون يتغدون أو يتعشون أو كوفي أي شيء من هالأمور هاي. ما انتبهت للأمور هذه أنا أخذت بحسن النية نعم ما أخذت انتبهت. ومرت الايام حتى زوجته جابت لي مثل جابت لي مثل بودره عشان تحسين الوجه وهذا. قلت لها انت ما تستاهل ما تحتاجين هالشيء ما شاء الله الله عطنك يعني صفات الجمال وصفات كل شيء ما يحتاج. قالت انا بحشاكه في الموضوع. قلت لها انا بعد نفس الشيء شليته واعزك الله ورميته في الحمام البودره كلها. وبعد يومين زوجته مثل النار جايتنا جي فين البودره انا محتاجها قولي لها انت اعطيتيني اياها انا استخدمها مش تريدين تاخذين عني مره ثانيه. ومرت الايام وانا كنت العب في نادي واصر عليه اني يسبحني ماي وانا كل هذا ما نعلم انه يستخدم السحر. وكنت العب في نادي وقال لازم انت يعني عشان تطور مستواك عشان تروح منتخب عشان توصل لهذه الاشياء هذه لازم تسبح بهالماي. وكانت تصر على زوجتي تصر علي اني ما اروح. انا قلت لها اخوي بحزن النية راح ان اخوي كبير اني كنت معاه فترة طويلة كنت معاه على طول يعني سبحت من الماي وهذا وصار مستواي تدني جدا يعني حتى يعني ل 2007 خرجت من النادي. ومرت الايام حتى اخوي جاب غارق وكشف السحر بهاي جاب غارق حق خواتي وكشف السحر في زوجتي وفي خواتي كلهم في البيت كامل ما يقارب 15 مع الوالد الله يرحمه وتوفى بالسحر هتجيك الغصة الشيء والوالدة نفس الشيء وخوات كلهن ومطلقات انتين واثنين واثنين وهو مطلق بعد الساحر واخوه الكبير مطلق وعنده ما شاء الله جد صاير. في 2007 في 2006 في 2006 كان يحارب الوالد يرمي الوالد بحجارة ويحرق النخل. حقيقي هذا؟ هي حقيقي يضرب الوالد بالحجارة؟ يرمي أبوي بحجارة والده يعني؟ إيه أبوي يرمي بحجارة. أنا من نوع يعني ما أستعجل أني أتريث حتى أعرف أعرف الأمور كلها مش مصدق يعني شو الأمور هاي فلان يعمل كذي ذات شخصية هو شخصية كان ضابط يعني كان شخصية تعمل كذي. ما كلمته ما كلمته في عندي اخوان كبار وما تكلمت الموضوع. وجاء عرس جاء زواج اختي الاكبر مني بعد ما رحنا العرس قال انا اوديها الصالون شالها يمكن ما يقارب اخرهم 4 ساعات ما جاب الحرمه لزوجها والناس تستنى في الحفل ما جابها. وراح اخوي الثاني يحاول يوقفه بالسياره اخوي اسمه مبارك وقفه بالسياره وما حتى بلغه يعني يمكن صدمه خفيف عشان يشيل الزوجه عشان ما نتلون في الناس ما نحرج بين الناس أهل العريس. وراحوا بلغ الشرطة وراح صارت قضية وكذا وجاءوا اجتمعنا نحن في البيت الوالد وأصحابنا اجتمعوا شوفوا القضية وهذا قال أنتوا تعرفون شو الخطأ يعني ما يبين خطأ بس قال يقول أنت اتهام أنتوا تعرفون شو الخطأ ما فهم الخطأ. وصارت اليوم الوالد جاء تليف في الرئة بسبب السحر
صارت اليوم الواد يقعد عند النخل، تعرف الشواب الكبار يحبون النخل يحبون الشاي، يقعد عند النخل ويرمي بحجارة، يرمي بحجارة. الواد طالع من المسجد يلف عليه بالسيارة، خير شيخ يلف السيارة عليه يريد يدعمه. ربما هو مريض ولا يشعر. لا انه هو كان استخدم السحر حتى. المهم بتجيك القصة كاملة الشيخ. قلنا مع المشي وحرك النخل، جينا انا رحت انا اخوي الاكبر عني، رحنا عنده وكلمناه، يا فلان شو فيك؟ يقول حق امي انا بريء منك، مثل ما اكلمك هالطريقة الشيخ، انا بريء منك، لا اعرفك ولا تعرفيني، دنيا واخره. امي هو بكت، لأمه امي بكت، قلت لها تبكين ما عليك، صبري وما صبره الا بالله. سبق جاء وشلتها ورحنا. مرت الأيام، بعد أخذ له واحدة مغربية زوجة، ايوه أتذكر صار طويلة يعني صارت مشاكل. مرت الأيام، جيت أنا كسرت باب بيته من الغضب الغيظ فيني اللي كان يرمي ابوي ويحرق النخل واهان امي يعني امي مسكتني كنت يعني يعني مسكته وكسرته. جاب الشرطه وجاب التحريات، وقبل وانا جاي كنت مع زوجتي، وانا جاي امي تكلمني تقول لزوجته المغربيه بلغت علي الشرطه وانا مطلوب الحين في الشرطه لازم اروح. قلت لها ما تروحين، يروح راسي هذا، انت ما تروحين الشرطه، تعرف انت خلاص يعني امك وابوك يعني خط احمر. دخلت وشلت العصا، اشتريت عصا من الدكان خرزانه وقعدت وما في شيء يعني. رحت مع وانا اخوي الكبير، رحنا دخلنا نشوفه انه هو موجود سبحان الله جاء. دخلنا وقفنا وشفنا الشرطه وكل شيء، خلينا ما تكلم شيء. دخل حتى جي كلمت متحريات، قلت له عندنا موضوع عائلي ونحن لحالنا بنحل الموضوع. جاب تحلوه، قلت نعم ان شاء الله. قال خلاص، سحب نفس الشرطي وطلع. هو من شاف الشرطي طلع جن جنونه، كانت السيارة برا زوجته فيها. جينا احنا بنمسكه مكلمة، سبحان الله يعني بلم يعاد العالم كيف تجمعت مرة واحدة لا اعرف. الوالد كان نايم بقرب بيته، هذا بيته بيت الوالد هني. الوالد من اي حس يصحى من النوم في هذا الوقت ما صحى. دخلنا مسكناه شيخ، بندخله قلنا زوجتي اعود يعني تصارخ كأنه ونين حرب، تجمعت الناس جمهرت علينا في لحظة في دقائق، والشرطة ودوريات مرة واحدة يعني فيها شيء غرابة مستغرب ما قلنا شيء سكن. والوالد نايم في عمق نومه ولا يدري، غريبة جدا. مسكوا لنا الشرطة ومني وعندك ودونك حاول مشيت القضية، بلغ شرطة، بلغ مركز، حتى شل الشيخ محمد عق السجن سنة كاملة. ورحنا هنا السجن قال ما قبلكم، تعال يا فلان بنقعد معاك نتكلم ماشي. ومع الأيام هذه، مع الأيام هاي يعني من 2001 أنا شجار مع زوجتي، شو الموضوع ما اعرف، بس يعني في شيء يعني مثل كهرباء، ويعني اتنازل مرتي، ويعني في شد من 2001 لين هذا، لين صار الطلاق 2000، لا الحين صار طلاق قبل شهرين طلقت. انا ما طلقت، هي راحت المحكمة خلاص، قلت انا ما اطلق. وقال القاضي ليش ما طلق؟ قلت انا بيننا سحر، يريدون شيء ملموس هم يعني، عرفت محاكم تريد شيء ملموس، انا ما عندي. قلت له ما يعني قدر، هي تعرف وضعها وهي هي قبل ما عندكم ابناء؟ ها؟ عندكم ابناء؟ عندي ثلاث بنات ما شاء الله، عندي ثلاث بنات توم، وحتى من طيب وليش يعني جبناه من طفل انابيب ثلاثة، ويعني بالطبيعي ما يجيون يعني. ايه سبحان الله ما يجيون حتى يعني كنت يعني اعاشرها والله يا شيخني كفة حصل، هي انا حصل كف كف من نفسك؟ من هي في وسط المعاشره، هي ضربتك ايه وسط المعاشره. وش قالت تبريرها؟
استغفر الله، يعني بدون شهادة. انا عارف اني شو فيها، انا عارف اني مسؤول. يعني انا الجن يصعد ويضرب. اني انا وديته عند الشيخ صالح الجهني، كنت عارفه، والشيخ علي ال ياسين نعم في الرياض. نعم كنت انا كنت اجيبهم الامارات، انا كنت اجيبهم بس اجيبهم الامارات وحق الناس، واطحت مني. سبحان الله. الله الله. ويعني مرات تشوفني انا قرد، مرات يعني تخيل الشيخ تشيلني تعقني وتروح تشغل الليت. قلت له اصبري، والله ربي ابتلانا، اصبري اصبري، كله يعني كله وقت معين تضيق وتفرج. سبحان الله، تعرف الشياطين والخبابات النساء يعني ولين صار الامر هذا يعني. وانا على طول ضائق ضيق ملل، حتى اي مشروع، حتى دخلت في قران، يعني احفظ قران شهرين، اقل عن شهرين انا اوقف اللا ارادي. في رياضه، انا مدرب رياضه، يعني امل من المفروض انا كان صار لي سنه ونص يمكن ما في رياضه، ما اتريض يعني. في صلب عملي المفروض انا تكون لياقتي فوقه، ما اتمرن. في الدراسه دخلت الشريعه ما قدرت اكمل، حتى سوره البقره ما قدرت احفظها. يعني يوميا انا اقرا، يوميا اراجع الصفحه كامله، ما في شيء. سبحان الله العظيم. مع في 2010 شفت رؤيا وانا اسحب مثل الشعر شيء، مثل الحبل، مثل الهوز كبير شيء، نعم. واسحبه لين وقف، يعني سحبت كثير منه اخر يدي وبعد باقي في بطني. وشفت بعد رؤيتين في افعى صفراء من فوق، يعني على السرير فوق، واظني شفت سوداء بعد، وهذا جنبي كامل باليسار كامل، ورأسي هذا بالذات هنا هاي المنطقة، وهذا جنبي اليسار كامل، يعني شيء يعني ما أقدر أقعد. أنا من النوع اللي فرفوش مع الناس، والناس تحبني تقعد معاي وتسولف معاي، صرت ما أحب أقعد مع حد. حتى يعني هذاك قبل ما يتوفى أبوي، توفى بالتليف، يعني أبوي توفى بالتليف كبير. من السحر، يعني طيب. كان يتوضأ يكح يتعب، بس يسبح بالماي، تعرف انت الماي هو ينزل الاكسجين شوي في الجسم، يسبح بالماي عادي، بس من جيت يتوضأ على تجي الكحة، تجي الكحة على طول. واضح. اختي الثانية طلقت بعد بسبب السحر، فراسها كامل يعني فل، ما تروح تتكلم لحالها. واختي بعد حتى اعطى اختي كتاب، كنت في الهند مع الوالد الله يرحمه، اعطاه كتاب كيف تحضر الجن لنفسك. انا استغربت من شفته، حتى اعطيت اخوي قاعد اكلمنا. عقب من سنتين كذا اخوي يقول لي اختك تعامل مع السحرة، وهي يعني هي بلا عقل يعني، لا اصغر عني. واضح. تمدد عينه، نشخص نشوف ان شاء الله. تمدد تمدد باذن الله تعالى. انا حاول ارجع للور. نعم تمدد تمدد. بسم الله. ضع يدك على وجهك، امض عينيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. اللهم لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. قال الله جل وعلا: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. حكم الله جل وعلا على كل سحر مهما كانت قوته وشدته أنه سبحانه جل في علاه يبطله، وحكم سبحانه جل في علاه على كل ساحر بالخسران وبعدم الفلاح، ولا يفلح الساحرون. وبين سبحانه جل في علاه أن كل ساحر وساحرة، وأن السحرة مهما
اجتمعوا وآذوا وأمرضوا وعطلوا وأخذوا ما أخذوا، فإنهم لا خلاق لهم ولا حظ لهم في الآخرة جزاء كفرهم وعملهم. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقد كفروا بالله جل وعلا، فما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب في الآخرة. هذه رسالة إلى كل من جاء إلى البدن فعذبه وعذب أهله وعشيرته، إلى كل من جاء بالظلم والعدوان والانتقام. معشر الجن، كيف وأنتم واقفون على أبواب الخير تصدونها وتمنعونها وتحجبونها؟ ساحركم عليم وسحركم عظيم، والله أجل وأعز وأعظم سبحانه جل في علاه. فإلى كل كبير من كبار السحرة من الجن والشياطين، إلى كل كبير من كبار السحرة من المرضة والأبالسة، أذكركم أجمعين أن الله جل وعلا يسمع ويرى، يسمع كلامكم ويرى مكانكم، ولا يخفى عنه شيء من حالكم معشر الجن والشياطين. اجتهدتم اجتهادا كثيرا كبيرا بالغا حتى طلقتم وفرقتم، اجتهدتم حتى فرقتم وطلقتم، وسمعت ضحكات. نعم، لقد جلاه الله يضحك ويستخف، زوجه وفي الفراش تصفعه صفعا، خذ تريد محبة خذ صفعا، ها وهي من تريد الطلاق فطلقت نفسها، فلن تكون لك ولن تكون زوجا لك، سنشتت الديار ونباعد بين القلوب والأفئدة والأبدان. نعم، سنجعل الخراب في الديار، سنجعل الشتات، وهذا ما كان يهتز اهتزازا. الجن الآن جلاه الله أعداء في البطن وفي الصدر والقلب، على البنيان والقوام وعلى العمل والمال وعلى خيرات الوالد والوالدة، خيرات لتكون للغير، لتكون للآخر، بالأسحار، بالظلم، بالظلام. نعم، خادم سعى سعيا من الجن والشياطين لتكون الفاحشة في العقول، والفاحشة في الأعراض، والفاحشة في الأبدان، صد ومنع وحجب في حل وحلال، وغير وبدل في حل وحلال، حتى جاء على الزواج فأتمه، أنهكه، بل أمرضه، بل فرق وطلق بالمرة. الخادم يسمع في البطن يهتز وفي القدمين واليدين، جلاه الله جل وعلا. هذا هو الخادم الذي آذى باشتراك مع من في بدن الزوجة، فكانا على الاتفاق، واحد يعذب في الزوج والآخر يعذب في الزوجة، كان على العهد والقسم، كل واحد يفرق ويباعد في الزوج والزوجة، فهو صدر نفسه بالقرآن والرقية والبقرة، فذاك ما جعله بفضل الله جل وعلا يصبر سنوات في الزواج. لكن الزوجة ما استطاعت صبرا ولم تتمم صبرا، لأن الشياطين غلبتها وقهرتها وسوست لها فأخذتها واجتالتها. إنها الشياطين الكافرة الفاجرة، الشياطين التي آذت البيت كله، إخوة وأخوات، بنين وبنات، آذت الرجال والنساء الصغار والكبار، بل آذت حتى الثمار والنخل
بل آذت حتى التربة، آذت حتى البيت، حتى الجدران والأركان، آذت الجميع. والساحر والسحر عظيم، الساحر عليم والسحر عظيم، فكان ما كان، والخدام والأعوان فهم الآن يسمعون. أيها الجني، أيها الشيطان، يا من جئت على بدني فعذبت في الرياضة، يا من جئت على عقله في الدراسة والجامعة، يا من جئت على حفظي وفهمي للقرآن، يا من جئت على قوله وبره، يا من جئت على ماله وكسبه، اسمعها مني واقلها. أنت العدو، أنت العدو، أنت العدو المتربي السنين، أنت العدو، أنت العدو له، وكلك به، وكلت به، وكلوك به، وكلتك به، فأنت معه ذاخله. أيها اليهودي، أيها النصراني، أيها الشيطان، أيها المسوني، وأنت الآن تضطرب وترتعد، وأنت الآن، أنت الآن جلاك الله جل وعلا، فأقبل على الحق والخير تنجو وتسلم، وإلا ترى العذاب فتندم، فاستغفر ربك إنه كان غفارا. لقد عذبت الأم وآذيت الأم وأبكيت الأم وقتلت الوالد، وأنتم جميعا في القتل سواء، أنتم جميعا في الوزن سواء، ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأنت قتلت بغير حق، ومن معك قتلوا بغير حق، فاسمعوا وعوا معشر الجن والشياطين، سحركم عظيم، أسحاركم عظيمة، جاءت من كل فج عميق، من كل جهة وقبلة، من المشارق والمغارب، باستحضار الكبار والملوك، باستحضار الأباث والشياطين، باستحضار المرضى، سحر عظيم للأفارقة، وسحر عظيم للآسيويين، وسحر عظيم للزنوج، وسحر عظيم للسود، وسحر عظيم من كل مكان لليهود والنصارى، أسحار عظيمة على بيت، على ماله، على خيره، على راكته، على رزقه، على جنانه وبساتينه، على نخله وثماره، سحر عظيم، سحر عظيم على النسل والذرية، سحر عظيم على بركة الوالد والوالدة، على بركة الأبناء والبنات، سحر عظيم جاء ليحطم، جاء ليشتت، جاء ليفرق، جاء ليباعد، فكان له ما أراد. طلاق بعد زواج لكل أخت ولكل أخ، فقر بعد غنى لكل أخت ولكل أخ، ذلة بعد عزة لكل أخت ولكل أخ، مرض بعد صحة لكل أخت ولكل أخ، داء عظيم، داء عظيم، شر عظيم، سجن عظيم، حبس عظيم، قفص عظيم، داء عظيم، فقر عظيم، اكتئاب عظيم، طلاق عظيم لكل أخت ولكل أخ، شياطين عظيمة جاءت، فهي في الأبدان الآن بعدما فرقت وسودت، فهي في كل ركن وفي كل جانب من البيت والبساتين، فاسمعوا وعوا معشر الجن، إلى كل يهودي، إلى كل نصراني، إلى كل بوذي، إلى كل مجوسي، إلى كل مسوني، إليكم جميعا، كيفما كانت ديانتكم، نحلتكم، ملتكم، عقيدتكم، كفركم، شرككم، كيفما كان حالكم، اسمعوا جميعا، فإني لكم ناصح وعليكم مشفق، من جاء إلى الله قبله، من جاء إلى الله غفر ذنبه، أقال عثرته، محى زلته، رفع درجته، ومن منكم أصر واستكبر فلا يلقى إلا النار، فلا يرى إلا النار، كلكم صحرة، كلكم فجرة، إلى كل عاشقة سأسكنها في بدنه، إلى كل عاشقة أسكنها في جسده، إلى كل عاشقة توارت في سوءته وعورته، إلى كل عاشقة في عقله وفهمه، إلى كل عاشقة حاسدة، إلى كل جنية حاسدة ساحرة، إلى كل شيطانة حاسدة ساحرة، إلى كل شيطان، 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 في الرأس شيطان،
شيطان 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 كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير شيطان كبير الأمراض شيطان كبير في القوان شيطان كبير في البنيان شيطان كبير في العقل شيطان كبير في الفهم شيطان كبير على المال شيطان كبير على الزوجة شيطان كبير للفراق شيطان كبير للطلاق شيطان كبير على البنات شيطان كبير في الخيرات شيطان كبير في البيت شيطان كبير في الفراش شيطان كبير في الأنفاس شيطان كبير على القلب شيطان كبير شيطان كبير فرق شيطان كبير طلق شيطان كبير باعد شيطان كبير محق شيطان كبير أمرض شيطان كبير شوه شيطان كبير سود شيطان كبير شيطان كبير من الأم شيطان كبير من الولد شيطان كبير من الأخ شيطان كبير من الأخت شيطان كبير في البيت شيطان كبير شيطان كبير جلاه الله جل وعلا جلاك الله سبحانه وتعالى شيطان كبير فكيف يفلح وأنت عدو له ولزوجه كيف يهدأ وأنت عدو له ولزوجه نعم عدو له ولزوجه عدو لهما عدو له ولزوجه العداوة الباقية الدائمة المستمرة المتصلة المتواصلة له ولزوجه عداوة بأسحار أقول لك بالحبل الطويل والعقد الطويلة بالأسحار في البطن بأسحار في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء في البطن في الأحشاء عقد 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 لليهود عقد للنصارى عقد للأفارقة عقد 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 للشياطين عقد للأبارسة عقد أسحار عظيمة في جوفه أسحار عظيمة في بطنه أسحار عظيمة في عقله في لبه أسحار عظيمة في جوارحه أسحار عظيمة باسمه واسم زوجه بصورته وصورة زوجه بلباسه وأثره بلباسه ولباس زوجه بآثاره وآثار زوجه أسحار عظيمة خدامها الآن جاء الله جل وعلا بهم فجلاهم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا مواء القطط أينما تكونوا يأتي بكم الله أينما تكونوا يأتي بكم الله يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير الله أكبر من كل قط كبير من كل قرد كبير الله أكبر من كل أسود كبير من كل شيطان كبير من كل ساحر كبير وجعل منهم القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة القردة والخنازير القردة والخنازير القردة 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 والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير القردة والخنازير زوجه في الفراش أثناء الجماع ترى قردة ترى ماذا؟ قردا كأن قردا يجامعها ويضاجعها فتصفعه صفعة هي ما صفعت زوجها وإنما لأن الصورة التي تخيفها صورة القردة التي تشكل وهو اتصال بين من في بدنه وبين الزوجة حتى لا تكون الزوجة في إقبال بل تكون في إدبار تكون في خوف نعم إنه القرد العظيم الذي جعلوه في البدن عظيم بسحر عظيم قرد شرس قرد شرس قرد عظيم وجعل منهم القردة
القردة القردة القردة القردة والخنازير القردة 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 والخنازير القردة 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 والخنازير القردة القردة والخنازير وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة 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 خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين قردة خاسئين خاسئين قردة خاسئين قردة قردة في الجسد قردة بأسحار الغابات قردة بأسحار الأفارقة قردة بأسحار الغابات قردة بأسحار الأشجار قردة بأسحار القفار قردة 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 بأسحار الأودية قردة بأسحار البحار قردة في الجسد قردة 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 أقوياء قردة أشداء قردة أقوياء قردة أشداء بسحر عظيم قردة بعمل عظيم قردة 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 في الوجه قردة قرض عظيم بصورتي قرض عظيم بشعري قرض عظيم بصورتي قرض عظيم على صورتي قرض عظيم على قوامي قرض عظيم في قوامي قرض عظيم في يده وذراعي قرض عظيم في فخذه وساقي قرض عظيم في سواتي في عورتي قرض عظيم في صدري في شعري قرض عظيم قرض عظيم ساحر قرض عظيم ساحر قرض عظيم ساحر قرض عظيم للفراق للفراق قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للفواحش قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للطلاق قرض عظيم للفراق قرض عظيم للعداوة قرض عظيم للبغضاء قرض عظيم من كبار السحرة من كبار السحرة من كبار السحرة قرض عظيم من الأبالسة قرض عظيم من الشياطين قرض عظيم قرض عظيم قرض عظيم قرض عظيم وأجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل قرد عظيم في اليد في الكف واليد في الكف واليد في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد قبضته قوية في الكف واليد ضربته قوية في
النصراني قرض النصراني قرض مسؤولي قرض مسؤولي قرض كبير جلاه الله قرض كبير جلاه الله قرض كافر 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 صدار الشريعة كافر كافر صدار القرآن كافر كافر صدار الاستقامة والالتزام كافر كافر قرض كافر صدار الحلال قرض كافر 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 قرض ساحر كافر شيطان كافر ساحر شيطان كافر ساحر قرض 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 في البدن قرض كبير من السحرة الأفارقة قرض كبير من السحرة الأفارقة قرض كبير قرض غواص في البحار في الأودية والبحار في الأودية والبحار جاد 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 قرض كبير شيطان 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 قرض كبير لا إله إلا الله بها تفك العقد في القرد عقد على القرد عقد في الشارع عقد 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 تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد عقد عقد في العظام عقد عقد في المفاصل عقد عقد في العظام عقد عقد في المفاصل أسحار أسحار في العظام أسحار أسحار في المفاصل بسم الله تفك العقد عقد كبيرة عقد كثيرة عقد كبيرة عقد كثيرة عقد 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 من السحرة عقد من السحرة عقد من السحرة عقد وأوحينا إلى موسى ألقي عصاك ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق نعم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون الله أكبر من كل قرد الله أكبر من كل جان من كل شيطان قرد الله
شيطان جان شيطان قرد في الجسد جان في الجسد شيطان قرد لا إله إلا الله 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 قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 يبطل كل سحر بالدماء عظيم بالدماء عظيم بالدماء عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون ولو كره المجرمون فاسمعوا يا معشر الجن إني لكم ناصح أنصحكم أخشى عليكم العذاب إني لكم ناصح كتسمعوا لله إني أعظكم أنصحكم طاعة لله فإني أنصحكم طاعة لله حتى توقفوا التعذيب حتى توقفوا ماذا؟ التعذيب عذبتم هذا الرجل صح أم لا؟ عذب هو زوجه ها؟ عذب في زواجه عذب مع أبنائه صح ولا لا؟ عذب في ماله عذب في كل شيء صح ولا لا؟ هيا دوروا عندي شو خبعتوا وجهكم؟ هيا بسم الله نبدأ هيا أنتم أقوياء صح؟ أوقفتم الرياضة صح؟ تعال تعال هاي 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 هيا شو اسمعوني مزيان بالأدب مد رجليك مد رجليكم هيا هيا عذبتم هذا الرجل صح؟ عذب أم لا؟ عذب صح لا؟ ها؟ تعذيب سنين ذهب المال وذهب الزوجة يابا صح؟ يابا صح لا؟ يابا هيا نرجع نعيد الأول هيا هيا نعيد ارجع هيا نعيد هيا خلاص جلكم الله عز وجل صح ام لا جلكم الله كنتم تبغون تدعوا القوة صح ام لا هاي اخويا ها معلوم اخويا ارجع ارجع هيا بسم الله هيا اخويا هيا هيا بسم الله هيا ارجع هيا العدو هيا هيا خبيث هيا خبيث المجرم هيا هيا ارجع هيا مد رجليك مد رجليك هيا مد رجليك هيا مد رجليك هيا هيا ستموت ها اسمعني طلقت وعذبت ها هيا مد رجليك
هيا مد رجليك. بوها كلام يو. هيا. كلام ليس عربي. افارقه زنوج. ايوه سحر قوي. دفعوا من اجل الاموال. هيا هيا ارجع. هيا حتى يكون الشتات والفقر على الاسره كامله. هيا ارجع هيا. هيا بسرعه تمدد. هيا هيا تمدد عبد الله. هيا هيا ارجع. سحر عظيم. سحر عليم. سحر عظيم. سحر عليم. سحر عظيم. سحر عظيم. هيا زيدك. سحر عظيم. سحر عظيم. هاي ايها القرد العربي. ايها القرد الكلبي. قرد هاي. هاي قرد. هاي طلقت. صفعت. افقرت. امرت. باعت. هاي القرد. هاي قرد في الذراع. قرد هاي. Oh my God! 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 البدن اكثر من واحد ولهذا قوه عظيمه. هناك من يتكلم بلغه الافارقه، هناك يتكلم بلغه عربيه، هناك يتكلم انجليزيه. ها هذه الحقائق الان اكتشفنا. ها لاحظوا كم صوت وكم حركه. هاي ولهذا جاءوا على الجسد فامرضوه طلقوه افقاروه. هاي ارجع. هاي شو اصحاب ملك الناس يفقوه في سبيل الله. هناك من ينفقها من اجل ياتي بالاصحاب للاسره وللبيت وللعائله والشتاء. امي هيا بديت. امي هيا بديت. امي هيا هيا. لا 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 بكيش. هذا براكل شيله بنت افريقيا. افريقي 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 افريقي. يخرب بيتك الساحر سعيد. الساحر سو سعيد. يخرب بيت الساحر سو سعيد. يخرب بيت. يخرب بيت الساحر سعيد. يخرب بيت الساحر سعيد. يخرب بيت. الله العظيم يا المكتاب. يخرب بيت. يخرب بيت الساحر سعيد. هذا تعيس مو سعيد. يخرب بيت الساحر سعيد. سعيد 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 نص سعيد. سعيد سعيد نص سعيد. يخرب بيته. مشكلة مشكلة. شتي الأذى كيف يؤذى الناس. الإنجليزية والمصرية والعربية والأفريقية كل شيء. هذه منادي بوها كراريو برازيلي. برازيلي. ايه مدرب برازيلي. مدرب برازيلي. شنو؟ مدرب برازيلي. المدرب برازيلي؟ مدرب ماذا؟ كرة قدم. كيف مدرب برازيلي؟ ما فهمت. نادي. نادي؟ ايه. كيف نادي؟ ما فهمت هذه. كرة قدم يلعب. من يلعب هو؟ ايه. هو كان يلعب كرة قدم. ايه. والمدرب كان مدربه برازيلي. برازيلي. وما علاقة. محترفين برازيليين. ها؟ محترفين برازيليين. وما علاقة المدرب البرازيلي ب. هو في النادي. في النادي؟ ايه. يدربه. وما علاقة المدرب البرازيلي به يعني؟ لماذا سحروه يعني؟ يعني ما يقول شيء. بوها كراريو. بوها كراريو. كيف؟ بوها. ما فهمت أنا. بوها. كيف؟ بوها. والله ما فهمت. بين لي. ما علاقة لأنه يدربه مدرب برازيلي سحروه؟ لا. كيف يعني؟ بس يلعب في النادي. لأنه متفوق. ايه. ومدرب برازيلي. لا هو متفوق. ايه بيطلع منتخب. ويطلع المنتخب فسحروه من اجل حتى يكون مع المنتخب. ايه. ولهذا اعطوه ذاك الماء يغتسل به. ايه. لانه رياضي مميز. ايه. وسوف يلتحق بالنادي بالمنتخب المنتخب البلد يعني. الوطني. الوطني فلهذا سحر وكان مدربه برازيلي وكان هذا لاعب مميز. أنا الآن بدأت معالم تتضح يعني الحسد على الرياضة وعلى الوظيفة وعلى المنتخب الوطني.
وجاءوا بالأسحار صارخات العباس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قدام الجول يضيع. وأصبح قدام الجول يضيع. يعني حتى إذا أتى أمام المرمى يضيع الكرة. يعني وهذا والله حصل لي مع لاعب في فريق الوداد البيضاوي منذ سنوات. كان لاعب والله العظيم إذا وصل إلى المرمى كان يعني كنقول إحنا كثير من الوداد كنقول وعلاش ضيع هكذا. والله ذهبت عنده للرقية وأتذكر دخلت البيت كله ما شاء الله أحذية ورياضة وجوائز وكذا. يعني بعد الرقية والله العظيم تغير الحال. يعني سبحان الله الجيل لهم قدرة. وهو الآن يقر بهذا شيء يذكرك بشيء. قال حينما يصل إلى المرمى يعني يضيع الكرة. ولهذا يستعين استح الأفارقة حينما يلعبون مع المغاربة أو مع فرق أخرى. الفرق الأفارقة يستعين بالسح. لعيب ولعيب. ها؟ لعيب عاد. قال هو لعيب يعني يلعب جيدا. لعيب ولأنه يلعب جيدا ومع ذلك يصل عند المرمى فيضيع. يضيع. أحيانا تجد أمور غريبة في اليوتيوب أو كذا. يعني أما المرمى يشوت بعيدا أو يقذف بعيدا. خلصني زيد. خلصني زيد يعني لا تؤكد على هذا. طيب فجعلته أمام المرمى يضيع. واسمعوا جيدا. هناك من أمام المرمى يضيع وأمام العمل يضيع. وهكذا قس على الشياطين تصنع. استعيننا بها في مآربهم الخبيثة. تعال تعال تعال. فضيع مسكين عمله ورياضته. شيخ تبغي. لا طيب ما درجك هاي؟ هذا كله حسب ما عندي أنفسهم. أسداني عندي. أجل جوتي قصري شيخ؟ ها؟ جوتي قصري؟ الموت. جوتي قصري شيخ؟ سحر الرياضة. ها؟ يتعطي للرياضة. وسيح لتعطيه الزواج. كل شي الدنيا ما يفتح على هذا العالم. ما يفتح على ما يفتح على هذا العالم. ما في العلم. حتى في الحرام ما يفتح على نعم لاحظتم؟ لا يفتح عليه شيء في العلم. وقال حتى في الحرام لا يستأنس بمعنى محجوب عليه الحلال. وحتى إذا أراد أن يذهب للحرام حتى وما يتمتع وما يفتح. متكلم يقنع الكلب. نعم يعني بهذا قال إن يقنع الكلب يمنعون عليه كل شيء. شوف أصحاب كثرة الجن وأصحاب ماذا لماذا صنعت كل شيء. طيب رجع هيا بسرعة. هيا عدو هيا رجع. شيخ جوتي كفري. هيا بسرعة. جوتي كفري شيخ. شنو هي؟ أصلي هذا أصلي. كيف أصلي؟ أصلي هذا. أصلي. إيطالي. أنا؟ إيطالي. بربري إيطالي. بربري أصلي. وجني بسخوط هذا. وركت عليه بالصبط قال لي هذا أصلي. لا أصلي نعم. هذا أصلي. هيا بسم الله. زي نوع الأصلي. طيب اسمعني ستسلم لله عز وجل كلكم سوف تسلمون لله سبحانه وتعالى مفهوم الله يلا جنة ستسلمون لله سبحانه وتعالى نعم جيد إلا لماذا؟ عبد الله جيد طيب كم سنة وأنتم فيه؟ شحال من عام أنتم فيه؟ كم سنة وأنتم فيه؟ كم سنة وأنتم تعذبونه بالأسحار؟ كم سنة وأنتم تعذبونه بالأسحار؟ وش نضلك عود تاني؟ أقوم لك؟ الله أكبر هاي بسم الله هاي بسم الله كم سنة وأنتم فيه؟ والله تروا عذابا شديدا اسمع لا يحق لكم هذا البدن ولا يحل لكم توقف في هذا البدن خلاص شنو طلقتم عذبتم امرتم رجع هيا بسرعه بشكل بالله قل هيا شنو فريق كيلعبك شنو فريق دبي فريق دبي طيب انت خلاص شو الجد الشيخ بطري في هواء هيا بسم الله ما طلع هواء كم سنوات فيه ما طلع هواء كم سنوات فيه ما طلع هواء كم سنوات فيه لا يا مش مشكلة
عادي جدا. كم سنة أنتم فيه؟ أنا شيخ. كم سنة أنتم فيه؟ ما أدريش. قديم. قديم. يشرب شاي. أسلموا لله وخرجوا. يشرب شاي ويسود ويضحك. أسلموا لله وخرجوا. طيب. أسلموا لله وخرجوا. أنا طيب ياكلونا. ها؟ طيب ياكلونا. هاي أسلموا لله وخرجوا. أسلموا لله وخرجوا. ها؟ أسلموا لله وخرجوا وإلا العذاب. هاي سنعيد عليهم. خلاص يا ربي. هاي الموت. معاك مرة ومعاك يا شيخ. ها؟ مرة وياك طبيعي. إيه مرة تكون أنت حاضر مرة غير حاضر. آه بعث. عادي جدا. هذا أمر عادي جدا. هاي يلا بسرعة. ارجع بسرعة. هيا بسرعة تمدد. هيا عليكم الذلة. هيا بسرعة تمدد. هان تمدد. وين أنا؟ تمدد دخلي. هيا تمدد بسرعة بسرعة بسرعة. يا أخي يسار لي كل هني رفت يسار كله. هيا العذاب يا بقرة في دار رحمة الحمد لله. لا لأنه يقرأ البقرة ويصلي. أنت ما تقرأ البقرة ما تصلي. هيا ماذا عذرك؟ إذا شو تبغي وطبطني بطني شو أنا شابه؟ تبغى أقول لك شيء. أنا شابه تشوفني؟ اسمعني. اسمعني. قول. ماذا تريد من أنت؟ شبي؟ إيش تبي؟ ما تعرف؟ تعذبه يعني؟ تكسر خاشمه يعني؟ اشتري ها الموت. امر الى الله. ها امر الى الله. امرك لله. طيب ارجع هذه عليك الذله. ارجع هاي. والله ترى الموت. والله ترى الموت. هاي انا اجولك الان. دقس في اليوتيوب. هي صاق اليوم يطالع اربع ساعات. يطالعني في اليوتيوب. انت الان تطالعني مباشره. انت تشتغل مباشره هنا. مباشره انا وياك. نعم. مرحبا فيك. مرحبا فيك. كيف يا ما ادري. مرحبا فيك. كيف يا ما ادري. قال اسير اسير. هذه الموت. ارايتها؟ هاي الموت. تعرف الموت؟ الموت. هاي يرجع. هاي يرجع. قال لك يطالعك على اليوتيوب اربع ساعات وما ادري كيف صار كيف وصل هنا يعني. طيب هاي يرجع. هاي القرد والافريقي وال هاي الف في الشمال صح؟ أما الألم في الرأس والشمال. أي نعم لأنه يتركز في الرأس والشمال. عادي صبر. مد رجليك. هذا ليس سحر واحد ليس جن واحد. هيا مد رجليك. في الرأس أي نعم. بسم الله. اللهم صل على محمد. اصبر. الله أكبر. يعذب كبيرهم بإذن الله تعالى. الشيبي يتعذب. أو القوي يتعذب. يا معي. عذاب كما عذبت وعذبون بإذن الله. الله يهديهم الإسلام. آمين. الله يصلحهم. آمين. لا يؤمنوا حتى يروا العذاب. لا يؤمنوا حتى يروا العذاب. هؤلاء لا يخافون إلا من الشدة. لا يهابون إلا القوة. أفارقة سود. هاي نفس. هاي الوقت وقت ما شوي يعني. ستعذبون عذابا شديدا. اجتمعتم علي وعلى زوجي صح؟ ها؟ اجتمعتم علي وعلى زوجي صح؟ هاي نبدا ان شاء الله تعالى. اعيدوا تصل الاوراق الان وفكروا من جديد ان هذا البدن لا يحل لكم. هذا البدن فيه العذاب. هذا العذاب. ها؟ هذا البيت فيه العذاب. هاي سنعيد عليكم. على أعيد تصل الأوراق.
صهيل خيل زغاريد أفارقة كيف ما كان الحال كلكم جميعا نداء إليكم جميعا أعينوا ترتيب الأوراق هذا البدل لا يحق لكم ولا يحل لكم مفهوم خلاص يلا هيا نعيد هاي ذهبت عمر كله في الرياضة خرج من الصفر كلب بعد يبغى يصير مميز بعد يصير كل شيء 20 كيلو يبغى يكون الأول بإذن الله كلب إيش المشكلة كلب إيش المشكلة طاقة كلب طاقة أبي يحسدون الناس على ما أتى الله فضله هيا هيا الحسد ماذا يصنع الجن الجن تصبح شياطين تحسدك إيجابي 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 إنسان إيجابي متفائل ليش يكون إيجابي متفائل ها عنده نظر في الحياة ليش يكون طموح ليش يكون هو عنده تفاؤل ليش عنده إرادة وهمة بعد يحب خير عن زوجته وليش يحب الخير للناس بعد طلقه ويحب الخير لها إيه يبغي يأخذ له هدية بعد إيه يبغي يأخذ له هدية من المغرب خذ له هدية من المغرب ما يأخذ له هدية من المغرب إيش المغرب بلاد الكرم إيش مشكل خذ له هدية مغرب واو إيه المغرب نعم هذا المغرب اي نعم هذا المغرب اي نعم مغرب هذا المغرب يلا نعيد ان شاء الله تعالى ليش يكون ايجابي يكون طموح متفائل ها هاي اردتم يكون عنده يأس من الحياة يكون متشائم ها يكون جبان يكون خواف تكون أمور كيف هي فيها سواد مو زين مو زين شفت كيف هي لا 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 حبيبي لا 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 حبيبي لا 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 حبيبي لا البداية هذه لأن هذه واجب الضيافة في المغرب لأن أنتم فيكم قوة وكذا فهذا واجب ضيافة يعني ها مرحبا بكم في المغرب يلا ارجع ارجع بسرعة ارجع هيا ارجع هيا 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 ايش تبي ازيدك ان شاء الله خير تعال 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 هاي هاي شق شي معاك ذا لو خرجت والله خير رجع لا بد يذوق كلهم العذاب وإلا ما يكون علاج هؤلاء فجرة كفرة ها أعداء يعني سنين وأنت ما رأوا هذا العذاب جيد سنين مرت وما أدري عن الأيام ايوه ايوه يا رب سنين مرت وما أدري عن الأيام اي والله أتغني علي أنا يا تغني هيا ارجع 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 هيا بسم الله هيا هيا ارجع هيا ما كاينش صبر ارجع لا هو رجع انا بطيش اكثر هاي اشتي يتعذبوا يلا رجع رجع سنين ونصبر وما تقل ايام تغني لي هنا يا ها تغني فترة يلا غني اوه اوه غني 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 يلا هي يا رب هي ارجع ارجع على الظهر بسرعة يا رب شو السالفة شو السالفة شو الموضوع لا شو الموضوع شو انتم ما تعرفوا شو السالفة شو الموضوع ما تعرف ليش دخلت هذا البدل ماذا تريد سحر تدمير شتات فرقة طلاق محق ها كل شيء كل شيء وحتى انا اريد كل شيء حتى انا نريد كل شيء لا يستمتع بالزين والشين بالزين وبالشين اسمع اسمع الكلام يستمتع بالزين ما يستمتع لا بالزين ولا بالشين صح
خلاص. شو طالع انت؟ شو طالع؟ ها؟ رايك ما يبدأ عليك إذن الله. ما يستمتع لا بزين ولا بشيء. شو تبغي انت؟ راسي عورني والله. لو مشتي ولو. بعد البداية. ها؟ هذه جوتيك جوتيك شيخ. شيخ جوتيك. هذه البداية. هذه البداية. كل نتعامل معه على حسب حاله. خلاص حتى ترفع راية الاستسلام. الزين والشين. اطلع والله يكرهك مطلع. اطلع والله يكرهك مطلع. طيب. هاي ما يستمتع لا بالزين ولا بشيء. صح؟ طيب ما يستمتع لا بزين ولا بشيء. خلاص هاي نعيد الآن الأمر يكون أقوى. نعيد عليك. هاي هاي تعال تعال. وين وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ تعال جوتيك شيخ. أصلي أصلي جوتيك. تعال شو؟ جوتيك أصلي يا أصلي. نعم طالي حرام أصلي. اشتر برا مني خمس درهم. كيف؟ جوتي خمس درهم. كيف خمس درهم؟ هذا بكم؟ غالي غالي. نعم إيه غالي. اشتري خمس درهم. كيف خمس درهم؟ يعني حرام. يعني اعذبك بك اني شريته بخمس درهم. حرام يعني لابد احافظ عليه. ايه لانه غالي. ايه لا ما يغلى عليك يا غالي. ما يغلى عليك. ما يغلى عليك. تعال والله ما يغلى عليك. والله ما يغلى عليك. تعال والله ما يغلى عليك. الغالي زين. لا والله. لا والله ما يغلى عليك. ما يغلى. حذائي ما يغلى عليك. ما في مشكلة. رجعنا في سبيل الله. جعلنا في سبيل الله. ها؟ الزين غالي. الزين غالي. ولكن الأزيان أخوة. هاي. 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 خذ خذ من الغالي. خذ من الغالي. دق 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 الغالي. دق. سكوات. هاي. 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 دق دق دق. جاي. هاي. خلاص. خلاص. هاي. الزين غالي لكن الأزين أغلى. كل شراء بضاعة وسوقي. يا ربي يا شيخ شو الحالة يا شيخ؟ ارجع 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 شيخ. هاي شق الأيسر يا شيخ. شق شق الشق الأيسر يموت يتقطع. شق يا بابا. الشق الأيسر يتقطع يتقطع تقطيع صح؟ هاي ارجع. هاي ارجع. هاي الزين الغالي. ها تعال يا غالي. تعال يا غالي. احترم الانسان شيخ. تعال يا غالي. تودد. هاي انت انت غالي. ما يغلعك شيء يا غالي. هاي الغالي. الغالي. هاي موت. هذه قوية عليك. هذه قوية صح؟ هذه قوية عليك. هذه الموت. لاحظت الموت يشعر بالموت. هذه قوية عليك. من كان حاضر أخذها والآخرون يضحكون عليه. سوف يموتون. الكل سيموت. سوف يموتون. الكل سيموت. جهنم وبئس المصير. أي نعم أنت قلت فيه. ترك الأسفل. الله يحفظ. الله يهديهم. الله يهديهم. يصعد آخر كبير. الله يهديهم. الله يهديهم. شو تبغيهم؟ جهنم تاكلهم. تناوبوا عليه. تناوبوا. الله يهديهم. هذا اجتمعوا فيه كبار صغار عجزه. هيا 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 تمدد. ويت تمدد. ويت تمدد. ويت هيا كام هير. هيا ايه يلا بسم الله بسم الله. لا لا ما تمسح حذائي. ما تمسح ما تمسح. ما يحتاج ما يحتاج. ما يحتاج ما يحتاج. غازل يدك. ما يحتاج ما يحتاج يا زين. ما يحتاج. جيد. لن نتوقف. لن نتوقف محروم. لتعلم ولتعلموا جميعا أنكم لستم على شيء. أسحار الأفارقة أسحار. ها والله ما عارف ايش السالفه. ايش عارف السالفه؟ طيب ايش السالفه؟ احكي لي ايش السالفه. احكي احكوا لي انتم يلا.
يتطوع احدكم يصعد يحكيش السالف في الاول حتى داخل كلب ولو ها ولو كلب هاي كلب ولو كلب واه انظر يقول وين هو الكلب يبحثون عن كلب في البدن يطلع يتكلم ها هناك قرد سمعنا مو القطة هناك الكلب ها طيب هاي هاي جعلته في حديقة حديقة حيوان هيا 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 مدر هيا هاي تعال تعال رجع تعال علي نعم جسم كل الشمال يقطع يتقطع ليش؟ لأنهم يتعذبون الآن لأن السواد كلهم في الشق الشمال تعال هذه البداية فقط لم يروا شيئا سيروا بأسنا بإذن الله سير 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 نوم ارتاح تعال نوم ارتاح لا لا ما في نوم ما في نوم والله سير نوم ارتاح لا ما في نوم ما في نوم ما في نوم لا لا هنا 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 زين صدري هنا. ما في نوم نو ما في نوم سهلة الموت التقطيع 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 سكوات لا ها ويتي 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 هيا يلا واصل هاي 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 ويتي ويتي من بعد يلا تعال رجع تعال هيا رجع 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 رياضة ها؟ مدرب رياضة مميز مدرب رياضة مميز لأنه مدرب رياضة مميز رحوك ها؟ رحوك هيا ارجع هيا تعال عندي عنده أسلوب كلب عنده أسلوب عنده أسلوب عنده أسلوب هيا الشياطين تكلب وهي غاضبة عليه قول عنده أسلوب الكلب يعني تسبه هي تسبه لا تريد أن يكون له أسلوب هاي تمدد تمدد بسرعة يا عيني يا عيني تقبلني يا عيني تعمل لي هاي 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 تمدد تمدد عليك الذلة مجرمين حبيبي الكلام شي التسكع في الكلمات وفي العبارات وفي الخطوات جعلوا فيه كل انواع يعني الرعونه ها مو تعال ها الكلاب والقطط سبحان الله العظيم يا رب عفوك يا رب اتمدد تمدد الله المستعان الله المستعان هاي تمدد يا رب يا الله يا رب طيب اتضحت معالم الصور كل شيء شو اقول لك يا اخي الكريم تعال تعال عندي عقل في وعيك الان في وعيك شويه ما زال ما زال هاك الصح ما زال ترجع تضح ترجع وعي كي تتكلم معه لا سعادة لا سعادة لا سعادة في الزين وفي الشين بحلال حرام كل تبن عيش مثل الحمار بس الكلب إيجابي متفائل كل يتفائل تفاعل صح يضيق تنفس يزعل بس يرجع سموح يقول يقول من أعفى وأصفح فأجره أصلحه
فأجره على الله. أجره على الله. يقول مثل يعني الإنسان كبير في الدنيا يقول خلي كل شيء عليا ما بالك الله ولله المثل الأعلى يعني بيعطيك اللي تبغيه وأكثر. شيخ فكنا طلع أنا فكنا يا إلهي. طيب من أسلم فليتحدث، من أسلم فليصعد، من أسلم فليظهر إسلامه بإذن الله عز وجل. مفهوم؟ مفهوم؟ يخلي صلاة. طيب حتى لو مؤخرة يصليها. لن نطيل. من أسلم فليعلنها، أشهد أن لا إله إلا الله. كل من في البدن، كان قط، كان قرد، كان كلب، كان ثعبان، كان حية، كيفما كان حاله الجن. هو ليش ضرب حالس. ليش ضرب زوجة الساحر؟ ليش؟ ليش؟ زوجة الساحر؟ ايه. ومن يعرف وليها هو يعرف زوجة الساحر؟ هو ضربها. ليش ضربها؟ هذا الساحر تقصد يعني فهمت لا فهمت قصدك فهمت قصدك فهمت قصدك فهمت قصدك لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا أسلم. حصل كتب ها؟ حصل كتب وأشرطة بيت الساحر مكتوب مكتوب. هذا مكتوب مكتوب إن شاء الله يفرق بينهم العائلة كلها. شلها وداه عند راقي كل شيء فكه. أقول لكم شيء، سمعوني جميعا، نريد أن نتعاون جميعا على الخير. لقد عذب هذا الرجل وعذبت أمته زوجه وعذب أبناؤه وبيته وعذبت والدته وعذب والده كذلك. فنريد إن شاء الله تعالى أن نتعاون جميعا على البر والتقوى كما أمر الله. هيا إلى الله عز وجل، واعلموا أن القوة لله جميعا، أن الله شديد العذاب، وأن الله جل وعلا غفور رحيم لمن تاب وأناب. أسكنكم داخله بأسحار، والله سبحانه والعزيز الغفار يغفر لمن تاب. يذهب يمشي مشية القرد كالقرد الذي يمشي على ذراعيه هكذا. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله. لو في خلقه شؤون يخلق ما يشاء يخلق ما لا تعلمون. هاي هاي وتحيتهم فيها سلام، تحيتهم يلقونه سلام. أسلم لله عز وجل. والله والله ما كذبت، والله صدقت. النساء قر 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 يعني يعني كلام كثير. قر 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 النساء قر 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 زوينة. شو يا رقم جوج؟ رجع 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 هناك رجع هناك حتى لا يراك احد. رجع يا هذا يعني يشوفوا شو يشوفون الشيخ شو يشوفون؟ لا لا لقى جمال العالم يشوفون عبد ضعيف لا حتى نستر خصوصياته يعني شان تعلمون شان يحفظهم الله يحفظهم امين. واسلم لله عز وجل. اسلم لله ما اعرف شو السالفه. اسلم ما اعرف شو الموضوع. اسلم لله لا اله الا الله يعني قولوا اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، وحين بإذن الله عز وجل نبشركم بالخيرات والبركات بطاعة الله عز وجل. فكنا يا شيخ. لا
بإذن الله أنا أصبر عليكم وأساعدكم. والله جاي الريان ما أدري مين جاي، لا موعد ولا شيء، موكل أمره إلى الله، حتى ما عنده في حساب الألف درهم، بايع الدنيا مروح. ماشي مشكلة تعاون، ما عنده مشكلة، ماشي جاي يتسبب، ماشي مشكلة. ولكن حتى أنتم يجب أن تساعدونا كذلك، إذا علمتم بحاله بهالطريقة هذه فوجب أن نتعاون جميعا. يضحك يستانس لو ما حد معاه يسوي جو يضحك. خلاص هو يتوكل على الله. خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من العز إلى الفقر، ومن من الجمع إلى الشتات. السحر ماذا صنع؟ كثير الحالات، كثير جدا نراها ونسمعها ونعيش مثل هذه القصص في الخليج، كثيرة جدا جدا نعيشها، كثير نعيشها كثير. لكل قارة ولكل جهة ولكل قبلة أسحار خاصة بها. خايفين؟ جني خاف، أحد يخاف من جني؟ خاف من الله. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله، أريد أن نسمع عهدا ووعدا أنكم تأتون إلى الله عز وجل والتعاون جميعا على البر والتقوى، لترجع لهذا الرجل هيبته ومكانته وقوته وعمله وماله وما ضاع منه بسببكم أنتم معشر الجن، بأسحار جئتم بسببها، بأسحار تحرصونها وتخدمونها. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أسمعتم؟ والله هنيئا لمن جاء مسلما، هنيئا لمن جاء تائبا منيبا، وأقول لكم سوف ندله على الخير وندلكم أنتم أيضا على الخير. خلاص بإذن الله جل وعلا، أرجو من الله، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهديكم جميعا إلى سواء السبيل وإلى الصراط المستقيم، وأن تأتوا مسلمين، وأسأل الله أن يبعثكم غير خزايا وغير نادمين، أن تكونوا مع الموحدين في الدنيا ويوم الدين. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن نواصل بإذن الله تعالى إن شاء الله جل وعلا. خلاص بإذن الله تعالى.
وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وذلك دين الأمور واضحة. جلس جلس مرحبا بك جلس 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 أنت ومن معك مرحبا بكم جميعا أنت والجن الذي معك مرحبا بكم جميعا فك عشيرة وقبيلة جيوش سندلك على الخير إن شاء الله ونساعدك بإذن الله أبشر لا تخاف الأمر سهل بإذن الله تعالى سمعت منهم كل شيء وفهمت كل شيء إيش أقول لك من سحركم حسابه عند الله فهمتي حسابه عند الله كيفما كان المهم هو الشفاء لا يهمنا شكون خبر ما يهمنا الآن أنكم تشفوا بإذن الله سبحانه وتعالى أخرناك ها؟ لا 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 مهم ولو أخرتني شفاء علاجك هو الأهم ماشي مشكل لأن خصني نفهم شنو كاين باش نعطيك الخطوات اللي غنمشيو عليها ماشي كل مرة يتلعبوا بينا خلاص أنا إن شاء الله مرة ثانية ولا أكيد أكيد أنا ولكن نقول لك شنو غنستعملوا كم عندك من يوم في المغرب؟ أنا بين الزمان عندي تقريبا باقي 8 أيام إجازة عندي 8 أيام عندي 8 أيام يعني لا يعني أنا الخميس إجازتي تخلص وفي عطلة نهاية الأسبوع وكذا فهمت يعني أقدر أمددها بس ما عندي فلوس ما عارفين يروح فلوسي ما عارفين يروحون حكولي 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 ما عارف فلوسي يروحون كيف علاقتك بأمك الآن وبأخواتك يعني بزور أجيب بس عشان يعني وين مستقر أنت الآن عند مجلس الوالدة حول قوة الله بيت عندي بيت كل شيء مسكرنه مصروفهم وكل شيء